اهلا بحضراتكم من جديد. طيب، تجربه الاهلي مع مارسيل كولر هي فات فيها 6 مباريات. الجهاز الفني حتى الان حقق 6 من 6، يعني فاز في 6 مباريات، سواء في 2 على اتحاد المنستير التونسي في دوري الابطال، او مباراه الزمالك في كاس السوبر، او المباريات الثلاثه في الدوري. 6 من 6، الشهادات بشانها مستمره. شفنا راي محمد بركات، خارج الحدود نشوف رأي النجم العراقي والمحلل والمدرب الكابتن ميسم عادل. يجب أن لا ننكر دور المدرب كولر اللي استطاع أن يفجر طاقات بعض اللاعبين وخاصة كريم فؤاد، هذا اللاعب اللي حصل اليوم على في أحد مواقع الترانسفير ماركت المسؤول عن التقييم ب10 من 10، وهذا رقم خيالي، حتى أكبر اللاعبين العالميين لا يستطيعون الحصول عليه. وفي موقع آخر لترانسفير ماركت حقق 9.8، وطبعا أفشي حصل على الترتيب الثاني فيه على تقييم ب9.3. أيضا متولي، هذا اللاعب المدافع الهائل اللي استطاع أن يفجر مواهبه وأن يجعله من أفضل المدافعين اليوم في الدوري المصري وفي أفريقيا. ثم النواحي الهجومية اللي دائما ما يحاول أن يبتكرها هذا المدرب حتى في تبديلاته، يعني المدرب هذا عندما يفوز لا يعود يدافع كما حصل مع المدربين الآخرين اللي احنا ما نظلم حقهم. الفريق من حالة من ناحية التوازن ممتاز، نلاحظ الفريق ما دخل شباكه غير هدف واحد في 6 مباريات وسجل 12 هدف. أيضا نتكلم عن أن النادي الأهلي رجع إلى وضع الطبيعي، وهذه المسألة غاية في الأهمية، لأنها تعطينا الانطباع السائد عن نادي الأهلي من خلال الإرادة والشراسة والروح القتالية اللي يتمتع بها لاعبون نادي الأهلي، اللي عادت إلى طبيعتها وعادت إلى رونقها. بالتالي الفريق يضع قدميه على الدرب الصحيح اللي دائما ما كنا نتكلم عنه في كل احاديثنا عن النادي الاهلي. طيب، كلام يعني بيتطابق مع كل الناس التي ابرزت ايجابيات هذا المدرب، وانا ابتديت اخاف لان الكلام الكتير يعني بيرفع سقف التوقعات جامد جدا، لكن مضطرين نجيب الكلام الطيب. لأن هو بس كلام ميسم كمدرب، هو الراجل امتاز في حاجتين. ميسم بيقولك حتى لما بيتقدم ويكسب بيفضل بيهاجم، ودي جديدة برضو على كتير من المدربين. كتير من المدربين لما بيسجل مرة واتنين بيبدأ يميل للدفاع. قالك الحاجة الإيجابية في أدائه انه طول ما هو بيلعب بيهاجم، هو في وضع هجومي طول المباراة ايا كانت النتيجة ايه. ربنا يستر بقى. وتفجير قدرات اللعيبة دي مسألة مهمة جدا، ان انت فجأة بتطلع من اللعيبة مخزون الناس ما كانتش شايفاه. على فكرة هذا عدل ان يذكر الامور الطيبة عن الراجل لان اللي شافوها. بس انا مش عايز نطلع فوق قوي، واحدة واحدة كده، لسه اعتقد ان عنده افضل من كده. تشوف الكابتن اسامة خليل ده مهم، لان الكابتن اسامة خليل قلما ترى منه رأيا ايجابيا يخص النادي الاهلي. ففرصة نسمع منه كلام حلو عشان نسمعه تاني، نقول اهلا بيك. رأيك في كولر، وما هي الإضافات اللي أضافها على فريق النادي الأهلي؟ إعادة الثقة. يعني دي برضو نقطة مهمة جدا، عامل نفساني في غاية الأهمية. نعم. بالنسبة للفريق كفريق يعني. أي. لاحظ يا كابتن مدحت، الأهلي يلعب ليهاجم. خلي بالك، يعني إحنا ما بنتفرجش على فريق بيحضر لا، ده هو عايز يوصل للجول علشان يجيب هدف. ده اسلوب اداء الاهلي، وده القوه الدافع دايما في اسلوب اداء الاهلي، انه عنده الرغبه انه يطلع كسبان المباراه. خلي بالك، دي برضو من الحاجات اللي هي مش متوفره كتير في معظم الانديه المصريه. صحيح. هنا مساله المساحات بقى. لما افكر في ازاي اللاعب لعيبه النادي الاهلي بيلاقوا بعض جوه الملعب بطريقه سليمه، في تصوري ده نتيجة لفكر تدريبي متواصل. وأنا شايف أن المدرب الحالي للنادي الأهلي عنده برضو رؤية، وعنده هدف عالي قوي قوي، بجانب إعادة الثقة، أنه عايز يواصل المشوار لنهايته ويوصل بالنادي الأهلي أنه هو ياخد البطولة اللي اعتاد أنه هو ياخدها مسبقا. يعني من مدة ما قدرناش يعني نحظى أو نسمع كلام
في ثقة فيما يحدث في النادي الأهلي من الكابتن أسامة خليل. كابتن أسامة خليل تهتم بكلامه لأنه هو راجل مدرب، فلما بيقيم مدرب زيه ومش معتاد، يعني ما نقدرش نقول ان ده من نتيجة يعني ان هو منحاز للنادي الأهلي، لا ده مش ما يصنفش، لكن هو كان عادلا في تحليله وتوصيفه انه أعاد الثقة، ودي نقطة مهمة. الأسلوب والدوافع وكمان فكرة استغلال المساحات والهجوم المستمر، وبعدين شايف ان ده يتوافق مع رؤية النادي الأهلي اللي هو عايز يرجع من خلال هذا المدرب للبطولات، نتمنى ان يتحقق هذا. طيب بعيداً عن انا مستغرب، انت مش مستغرب زي اين الكابتن أسامة خليل من نادي الإسماعيلي؟ بعيد دايما. احنا المفروض يبقى الناس دي كل هو ده وقت قربوا من النادي يبقى لكم ادوار، يعني النادي الاسماعيلي محتاج كل ابنائه يعني. طيب باستثناء محمد بركات كواحد من نجوم النادي الاهلي السابقين، الاراء الباقيه كلها اراء ناس غير اهلاويه، عشان كده يبدو الانصاف والعدل فيها واضح، سواء ما يتعلق بالكابتن اسامه خليل او ما يتعلق براي الاستاذ فتحي سند. نشوف كيف رايت كولر. كولر مدرب هادي، وكولر يعني انا من اول ماتش الاسماعيلي واخد بالك يعني شفت شكل متغير. أي. شفت في الكوره شويه فيها تحسن في الاداء. نعم. في كوره على الارض بتتلعب بشكل كويس. في بعض الامور ده، فشايف ان هو كولر كويس. هل الفوز بالسوبر ادى جرعه ودفعه ثقه لكل المنظومه الكرويه في النادي الاهلي بدءا من كولر؟ ردت الروح في النادي الاهلي. حلو الكلام. ردت الروح في النادي الاهلي. وكانت بتتكلم تقول لك ايه، هل هتاثر؟ هي افادت الاهلي، لكن برضه لو كان خسر الاهلي فريق كبير. نعم. فريق كبير. السمة اللي كلنا لمسناها كولر هادئ، واسم على مسمى هادئ كولر. ثلاجه. مبرد. الراي الفني بقى للكابتن فاروق جعفر. اعتقد مهم، لكن مالكش انطباع على الاختيارات؟ يعني بعض الناس قالت ان كريم فؤاد ازاي مش موجود؟ اصل انا النهارده كريم فؤاد لعيب كويس، هو بقى الراجل اكتشف ليه مكان كويس، هو ده بقى ده نجاح المدرب حقيقه. الوضع ان الراجل اختار له مكان كويس، الراجل ده كان بيلعب باك رايت كريم، ما كانش كل القدرات امكانيات كل ده كانت مستخبيه، اما راح لعب لقدامه واديته حريه، اديته السرعه، كرات عرضيه، التصويب على المرمى، دخول ال 18، دخول الست يارات، فانت عملت حاجه جديده، يعني انت غيرت يعني انت كنت مع اختياره ولا لا يا كابتن؟ يعني انا لا، هو المفروض زيه زي اللعيبه، في لعيبه ممكن اقل منه اختارهم. طبعا الكيمياء كله يتحدث عن علاقته باللاعبين. كابتن شوبير بيعرف الاجواء يعني. طيب كابتن الفاروق جعفر اكتر حاجه ركز فيها انا كريم فؤاد. كريم فؤاد، اختيار كريم فؤاد، لانه فعلا ان انت تروح تجيب لاعب باك رايت فتحطه في التلت الهجومي فتبان عنده هذه القدرات، دي مساله كانت مهمه جدا في نجاحات كولر في توظيف اللعيبه. يمكن محمود متولي هو ده مركزه، لكن الاستعانه بكريم فؤاد كجناح مهاجم يعني اصلا ملاحظه خلاص دي. مصر كلها شايفاها يا استاذ ابراهيم، هو اكد عليه الكابتن فاروق، لكن انا ايه اللي خلاني قفزت على عايز تعرف راي شوبير؟ لا انا سمعت اصلي، فانا انا ربطت. انت جايب فقره نشوف راي كابتن عشان الناس تسمعها، نشوف راي كابتن شوبير. حاله كده من الكيمياء الطيبه ما بين المدرب وما بين اللعيبه، ايه هي؟ انه هو مش بيسرف في المحاضرات، ما بيحبش المحاضرات الكتير، يعني في تمرين يقعد مع اللعيبه 15 دقيقه 20 دقيقه بكتير، وساعات ما بيقعدش، يعني ساعات يجوا على الملعب بس لازم يخش يسلم على كل لعيب، يطمن على كل لعيب، وعامل حاله انضباط داخل غرفه الملابس. ده اللي انا قلت لكم قبل كده، ممنوع الموبايلات، ممنوع الكلام، ممنوع مش كلام ما بينهم وبين بعضهم، يعني اي حاجه وسائل تليفونيه بتاع ممنوع خالص، بتدخل اوضه اللبس وتليفونك مش معاك او مقفول وحطه في دولابك، انت حر يعني، لكنه كل ده ممنوع، ولا في غرفه العلاج ولا حتى وانت بتاكل، ممنوع خالص يعني. بس عامل حاله من الالفه بينه وبين اللعيبه، يعني حتى اللعيبه ما بتلعبش، مش زعلانين منه يعني، اكل لعيبه هتلعب
بس هم حاسين انه في حاجة جديدة موجودة من الاحترام، من الانضباط، من السيطرة على غرف الملابس من الجانب الفني. لكن المهم انه في حالة من الراحة، من الهدوء، وده امر جيد يعني. شوف ده مهم، عشان كده انا كنت عايز اربط بين كلام الكابتن فاروق مع الكابتن خطيب مع الكابتن شوبير، لان هو لما قال لك هم ما اختصرش كلام الكابتن فاروق على كريم بس، ده قال لك حمدي فتحي يتقدم بشكل جيد وقدم، محمد شريف بقى له دور مؤثر ومهم، يعني هو اختصر قال لك اعطى ثقه لبعض اللعيبه واعطى الاهلي بعض الاوراق التكتيكيه اللي يعني كل ده خلال شهرين. اما يجي الكابتن شوبير يقول لك وقد اعاد الانضباط الى اوضه اللبس، فكره منع الموبايل دي كان نفسي فيها من زمان، كنت بقول لك يا ريت، عشان اللعيبه كمان كانت عايشه قوي قوي مع الموبايل زينا كلنا في بيوتنا، مأثرة علينا وعلى علاقاتنا يعني والمود بتاعنا، اللي بيقرا حاجه مش حلوه بيتضايق وبينشغل. فهذه الجديه وهذا الهدوء، ما انت يعني ممكن تبقى راجل بتزعق طول النهار عشان تخوف الناس، لكن اجمل شيء انك تخوفني وانت هادي قوي، مش تخوفني، تخليني اشيل همك انك تزعل مني. واعتقد ان هي دي انجح علاقه يعني، واعتقد ان ده اللي موجود وربنا يوفقه رب.